أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في برنامج حوار القاهرة، وضيفنا الدكتور طارق حكي. طب دكتور طارق، يعني نحن الآن يبدو لكثيرين أننا مقبلون على صدام. الإسلاميون يهددون بالنزول إلى الشارع بالملايين، والليبراليون يبدو حتى الآن مع أيضا عدد أو جزء من الطائفة أو الصوفيين بأنهم يعني منقسمين ولا يستطيعون حشد مثل هذه الملايين. هل تتخوف من صدام حقيقي، أم أنه يمكن كما ذكرت في يعني قبل قليل أنه تدخل الجيش، هل الجيش هو الحل الوحيد؟ أعتقد أن القوات المسلحة كما قامت بعمل النبيل عندما رفضت توجيه السلاح إلى صدور المصريين، فإن عليها، وأنا واثق أن هذا سيحدث، ستكون الحكم. وأنه لو لعب البعض بالنار وقال ستكون هناك مليونيات غير سلمية، فلا بد أنه يرى من الحسم ما يجعله لا يعيد ذلك مرة أخرى. أنا أؤمن أن الديمقراطية لا تتعارض مع حسم الإدارة. يا سيدي، عندما حدث الاستفتاء، وهو من أكبر الأخطاء أن يحدث بتلك السرعة بعد أقل من 5 أسابيع من سقوط النظام، أحيط الاستفتاء بكمية من التلاعب المعنوي. تخيل أن المساجد في مصر اشتغلت كلها لصالح نعم ضد لا. تخيل أن الناس قيل لها أن نعم تعني وصول الكفار والملاحدة والعلمانيين، بل وحكم الشواذ للمجتمع. هذا لعب، يعني هي خطيئة كبيرة. ولكن أنا أرى أن هؤلاء الذين يتمسكون بنتيجة الاستفتاء، أنا لم أسمع من واحد من الإخوان المسلمين أو من الإسلاميين عامة أنه اعترض على الإعلان الدستوري رغم أنه فعل ثوري. يعني أنا لا أعرف، أنا راجل محامي وكنت مدرس في كلية الحقوق، في يوم من الأيام الإعلان الدستوري رغم أن أنا موافق عليه لا أرى أنه إلا عملا ثوريا. فلماذا ولم يعبر عن إرادة الأمة، عبر عن رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لماذا لم يعترض الإخوان؟ لأن الإخوان يعتبرون أنهم يجلسون تحت شجرة ستسقط الثمرة لأول مرة في يدهم، وهم يقولون آه ولا بناء على ماذا سيقف، ماذا سيحدث، هل سنقترب من السلطة أم لا. وأنا واثق أن مصر لن تسلم نفسها، وقوات المسلحة لن تسلم نفسها لناس سيتدربوا فينا، سيتدربوا فينا بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. هؤلاء أحسن ما يمكن أن نقول عنهم أن عندهم عاطفة دينية ونوايا طيبة، لأننا لا نستطيع أن نحكم على النوايا. هل يعني ذلك أن شهر العسل بين الإخوان المسلمين تحديدا وبين أو الطيار الإسلامي بصفة عامة وبين المجلس العسكري يعني يقترب من النهاية؟ أتمنى ذلك، أعتقد وأتمنى ذلك، أتمنى أن يكون المجلس العسكري في غاية في الحسم إذا لجأت أي طائفة إلى مليونيات غير سلمية وغير ملتزمة بالقانون، أن يكون صارما وحاسما إلى أبعد حدود الحسم والصرامة. لا مجال للعب، يعني أنا صدقني أن هذا الوطن أعز من أن يحكمه أشخاص لا يعرفوا يقرأوا 10 صفحات في أي كتاب جاد. يعني أنت يعني عندما نقول أن من بين الإخوان المسلمين من له باع في المعرفة، نعم، ولكن يا سيدي من يسموا بالسلفيين قصة سينمائية، يعني ناس برا العصر تماما. ولكن هناك من يعتقد دكتور طارق أنه يعني كما كنت تقول في أحاديثك ومقالاتك بأن التيار الإسلامي بيسكن في الماضي ويعبر عن تفكير الأحادي، ألا ينطبق هذا أيضا على بعض التيارات الأخرى التي تصلب فيها أيضا التفكير؟ 100%، احنا كلنا بلا استثناء لم نمارس السياسة لكي ننضج بالحجم بالقدر الكافي، بمعنى أن عصر مبارك وقبل مبارك أيضا أن عصر مبارك جمدنا، فما قلتك سليمة تماما. ولذلك أنا أعول على دور المجلس، مجلس القوات المسلحة، أن يكون كما ارتضيناه فيصلا بيننا وبين عهد أسود، أن يكون فيصلا بيننا وبين قوى الماضي والرجوع إلى ما لا نحب أن نرجع إليه. لا نريد أن يكون حكامنا مثل قادة السلفيين، لا نريد، ليس لأنهم سلفيون ولكن لأنهم ليسوا على صلة بالعلم والعصر. هذا العصر يقع يعني تحل فيه المشاكل بأدتين لا ثالث لهما، بالعلم والإدارة الحديثة. وبالله عليك، هل من بعض هؤلاء من يوحي لك بالعلم والإدارة الحديثة؟ طيب كنت تذكر دكتور طارق أن المصريين نجحوا في الثورة على قيادتهم السياسية، ولم يتبقى أمامهم غير ثورتين، إحداهما على الموروثات الثقافية والثانية على الذات أو العقل المصري. ما مقومات هذه الثورات إذن؟ أنا أعتقد أن المقوم الأكبر
أن تأتي حكومة يجمع أعضاؤها جميعا على أن التعليم المصري بحاجة إلى كما يقول الدكتور مراد وهبة ليس للتنقيح وليس التصحيح وإنما لكي يزاح كاملا ويحل محله نظام تعليمي عصري يتعلق بقيم العصر وقيم الحداثة وقيم العلم وقيم العمل الجماعي. بدون ذلك فلا توجد أي ثورة ضد الموروثات ولا حتى ضد الفهم الماضوي للدين. نحن عندنا مشكلة مع من يدعو إلى الدين لأن الذين يدعون للدين 80-90% منهم يحتاجون إلى مراجعة لكي يكونوا متوازنين بين اعتبارات الماضي والحاضر. هذا التوازن مفقود تماما. لماذا؟ لأن العقل المسلم منذ توقف الاجتهاد هو بيعمل شروح المتون. يعني معظم كتب المسلمين في 800 سنة الماضية بتشرح كتب كتبها آخرون من قبل. نحن نريد حتى في هذا المجال ثورة عارمة، ثورة تجعل أن كل شيء قابل للنقاش. ما قاله أئمة الفقه السني والشيعي كله معروض للمناقشة، ولا بد أن يكون هناك من يفوق الشافعي ويفوق ابن حنبل قدرة على الإفتاء وعلى توليد آراء جديدة. يعني العلم كله الفقه الإسلامي علم بشري. يعني ما أبو حنيفة يقول على العلم هذا، علمنا هذا هو إيه؟ علم استنباط الأحكام العملية من أدلتها الشرعية. هو أقر بدنيوية وعلمانية هذا العلم. هذا متجمد من 800 سنة. نحن نريد من يأتي الآن ويقول للمسلمين الإسلام يستطيع أن يمشي مع العصر ومع العلم ومع مفردات الحداثة، ولكن يقتضي ذلك أن نراجع أنفسنا في الكثير من الأفكار، ومن أهمها مثلا موقف معظم التراث الإسلامي من المرأة. هذه قضية كبرى. لا يوجد إنسان ينتمي للعصر وفي نفس الوقت يقف مع وضع حدود لحرية المرأة. كل إنسان ينتمي للعصر وللتحرر هو الذي يدافع عن أن المرأة لاعب رئيس في المجتمع وفي حركة هذا المجتمع. طب دكتور طارق، يعني الآن الأزهر كان خلال الأسابيع الماضية يقدم نفسه على أنه هو سيكون المرجعية الخاصة بالإسلام والتفسير والتأويل فيما يتعلق بهذه الأمور، والتقى شيخ الأزهر مع قيادات الإخوان المسلمين والتيارات الإسلام السياسي وغيرهم بما فيهم المثقفين والكتاب، والكل قبل بهذا. فهل تثق بهكذا حل أم أن الأزهر أيضا ربما تكون على عليه ملاحظات؟ بلا شك أن عليه، كلنا علينا ملاحظات مش الأزهر فقط، ولكني أقبل بهذا الحل. بمعنى يعني أنا معني بدراسة الإرهاب، ومن أكثر ما أقرأ فيه تتبع الإرهاب في العالم. مساهمة الأزهر في الإرهاب صفر، بمعنى أن الأزهر لم يورد عناصر بشرية للمجموعات الإرهابية. ولا بد أن ندرس لماذا، لأن الأزهر بيبدأ من البداية أن يعرف أن هناك رأي شافعي ورأي حنبلي ورأي مالكي، فالتعدد بشكل ما جزء من دراسته. هذا يختلف اختلاف كلي عن تلميذ يدرس الفقه في الجامعة الإسلامية في بيشاور بتمويل وهابي ومتلقين وهابي، هذا لا يعرف الرأي الآخر. فأنا أقبل تلك المنظومة التي شرحتها حضرتك، ولكن لا يعني ذلك أنها غير قابلة للنقاش. بمعنى أن الأزهر يعرف أحيانا فترات تنويرية وفي أحيان أخرى فترات خلاف ذلك. بمعنى لا شك أن الشيخ طنطاوي كان أكثر سماحة من سلفه، ولا شك أن الدكتور الطيب من أكثر رجال الأزهر معرفة بالثقافة العالمية، وأنا أطمئن لمن يعرف الثقافة العالمية، أطمئن لأمثال الشيخ مصطفى عبد الرازق، أطمئن لأمثال الدكتور الطيب، أطمئن لأمثال الدكتور علي جمعة. لماذا؟ لأن يدهم هنا وهناك، ولكن كانت هناك أجيال أخرى يدها هنا وهنا فقط. لذلك أنا أعتقد أن هذه الصيغة رائعة وأتمنى لها النجاح، لأن الصيغة الأخرى التي تأتي من شرق البحر الأحمر عندها من قدرات التمويل ما ليس عند هذه الصيغة. لدي أسئلة كثيرة، ولكن سنتوقف مرة أخرى، نعود بعدها لاستكمال هذا البرنامج، برنامج حوار القاهرة. ابقوا معنا.